عندما جاء التغطير حياتنا تحسنت كثير. أصبحنا الآن نخرج الأرض اللي أجرناها نشتيل توسع أكثر نزرع الآن. معنا الأرض هذا الآن نزرع فيها ونعيش، والحمد لله الآن حالنا مستور، ما نشعر بغلاء ولا نشعر بأي حاجة. استفدت بالبامية واستفدت بالقاطب واستفدت رقارق وكأية حاجة. الثمار يوم ما كانت رقارق ورا تقطير كان قالي 4-5 دياش 3 دياش، للحين قالي حوالي 40-30 دياش. في فرق ما بين الري والقمر كثير، المحصول كان ما يبان. يعني كلفنا في الديزل يعني توصل إلى براميل الآن، تمام تسقي بالتقطير وساعات وانت مرتاح، يعني إلا هي كاكات تفكها وتقند وبس. فعلا الأرض توعرت، هاجرنا تركنا الأرض كامل والبلد، والأرض وعرت ورجعت سيسبان ورجعت أشجار ورجعت 4 سنين وإحنا نناضل فيها لما عدناها ورجعناها أرض صالحة. حياتي كنت أتمنى هذا التقطير وأتمنى هذا البنب وأتمنى الريش وأتمنى البيبات أي حاجة. كنا صباحا من أود لا صبحنا من أود أن نتأدي. بالنسبة للشبكة أجا فريق وشرح لنا كيف مد الشبكة، يعني أصبحت الزراعة الآن مستمرة عندنا وتحسنت حياتنا أكثر. أصبحنا دائما وحنا نزرع ونبيع، الآن هذا أصبح المصدر الرئيسي لنا ولأسرنا ولأحفادنا. الناس تعاني فوق منازل، تعاني من أمراض الكوليرا، وناس راحت ضحايا قبل فترة بسبب هذا المرض. يعني الناس بحاجة ماسة إلى المساعدة، تشتي مساعدة أي جهة تكون، يعني حتى يمسكوا في غشاية عشان المجاري هذه. كثير 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 اللي مرضوا كثير من الكوليرا ومن هذه الأمراض المنتشرة كثير، وبسبب البلاعات، يعني البلاعة ما توقفش أبدا. لا حياة زي الناس، هذه مش حياة يا جماعة. شوفوا المجاري أمامكم، قدامكم المجاري، يعني الروائح كريهة والأمراض منتشرة عندنا، أوبية بشكل غير عادي. والروائح كمان كانت كريهة بشكل فظيع، يعني ندخل البيت على زبالة، إيش الزبالة عادية أو هون، يعني روائح فظيعة بشكل فظيع، يعني ندخل ونخرج برضو على نفس الموال، يعني اللي شي يدخل بلد ما عاد شي يخرج من الرمة والقدارة. والله لو كنت جيت المكان ذا ما بتقدر تدخله من النامس من الوباء، إن لدرجة إن المكنون يجي يشتغل يستخدم حريق من أجل نطير النامس والذباب، يعني مكان قذر. أجينا نحنا اشتغلنا المقاري، اشتغلنا بيبات، غرفة التفتيش، اشتغلنا تليس. هذا العمل يعني اكتسبت منه حاجات كثيرة، زي ما الخبرة هنا تشتغل ورا مهندسين وإتقان بالسنتي بالمتر بالحاجات بالسلبات الميلان بكل اتجاهات. فضل الله أنا حصلت الشغل ده، حياتي تغيرت، مصاريف مدرسة وفرتها، حتى بدأت إني أشتري من العيال ملابس. لا بس الحمد لله أول مرة يعني أشوف إنه في حد يهتم بالمقاري، ما مقاري، وأقول والله إني مبسوطة كثير، يعني بشكل فظيع إن فرحانين إن إحنا أصحاب العمارة كامل، وأقول من صدق والشغل اللي إحنا. ما شاء الله ما قلت حلم عمري كله. كان صدق إن هذا المكان كان مقاري وكان قمامات من فوق وقدام. هذا المشروع حلم لا يعني عدنا ما فعلي عايشة أقول لك عذرا بأنقف من الحلم هذا، والله ما صحيت منه. هذا المشروع كان حلم الوالدة الله يرحمها وحلم لنا كمان، والحمد لله بدأ دحين يتحقق. أتمنى أنه يوصل لجاري وجاري إن شاء الله مراد والأبيال اللي فيه.
أتمنى أروح بلاد أنا مبسوط ومرتاح. نزحنا لأنه كان الضرب جنبنا جنب البيوت، حطم البيوت، خرجنا ونحن نبكي، خرجنا يعني قياع، خرجنا يعني نمشي رق، ما معناش اثنين حين نركب العيال، ركبناهم فوقنا ومشينا. كل يوم كنا نوقف بمحل، بعدين نزحنا لونا للبيرين، في أيام عيالي والله يرقدوهم قوع، ونحن كذلك. من قدش نعمل أي حاجة أكل. لما أجى الصندوق تغيرت أمورنا والحمد لله، نكفي على عيالنا على البيت، نشتغل بكدنا حتى نصرف على عيالنا. اشتغل هنا بالجبل 4 شهور وحوط على الشجر، والحمد لله دحين أقدر أصرف على عيال وبيتي. الفلوس اللي استلمه صرفه للبيت إلى العلاج والمصاريف. في ناس من أهلي وجيراني استفادوا بهذا الصندوق، في ناس اشتروا مطرات. بنتي عندها شاشة بالعظام، أودي المستشفى بالأسبوع كامل، بس من كثر المش والتعب يجي مع عند البياس أروح أودي. والحمد لله دحين أقدر أصرف على عيال وبيتي وعالج عيالي. شكرا لأصحاب الصندوق اللي دعمونا إحنا وقبل لنا عمل نشتغل، وهذه مهنة الشعب اليمن يشتغلوا يصرفوا على بيوتهم وعالجوا أطفالهم، جزاهم الله خير. كنا نشتغل الحمد لله، بشتغل معي بس طبيعة، لكن لما نقل الحرب تعطلنا لي الآن 2 سنين نايم. رجعت القرية وحياتي تحولت من جيدة إلى صعبة، كنت أدخل فلوس شهرياً، لكن الآن بيدور الشهر ما بدخلش ولا ريال، من فين بدخل فلوس وأنا نايم في البيت ما في شغل. أصبح عندي امرأتي وأولادي سوء تغذية، كنت بقرس شهر شهرين برسل ب50,000 أو 60,000، لكن الآن واصل في البيت. تعطلنا مدة 2 سنين، ولكن بعدين بفضل الله ثم الصندوق لما نقوا قبلنا هذا الدعم فتغير أحوالنا من حال إلى حال. نائمين بالبيوت ما بنقدرش ندخل لأطفالنا أكل شرب ملبس ما أكل، لكن الآن الحمد لله لما جاء الصندوق دعمنا بالفلوس والبذور فشعرنا نحن عايشين، قدرنا نعيش أولادنا وأطفالنا. بدأت بالأول مرة في بلدي صغير أول قنية، ثاني مرة سلة، ثم 3، ثم 6. استقبلنا مساعدات من منظمات أخرى بس ما حصلناش على نتيجة حلوة زي ما قلنا اللي حقها الصندوق، كانت فلوس هباء منثورة ما قدرناش يعني نمسكها بالخالص، كنا في حضرمان لأنه أصلاً يجيب لك فلوس من دون أي مقابل. عندما أعطوني الفكرة وأعطوني البذور بدرت والحمد لله بعت واستفدت، والدخل يومي يغطي حاجتي الحمد لله بعون الله ثم عون الصندوق.
this area here is infected not by mines but by unexploded ordnance. So the guys that you see around us, very painstakingly cloak combing through the rubble to actually find these items, which will then be taken away and destroyed. I think this team is a high priority. Explosive items have been removed to a safe location, and some of those items have also been destroyed. الناس اللي ذاحوا يعني معناه يعني عندما يعني معناه استوى الحرب وهربوا إلى أماكن يعني معناه بعضها آمنوا بعضها مش آمنوا. حسب ما تشاهدون هذه البيوت هي تضرت بالانفجار اللي فيها المخزون يعني معناه من قبل السجارات والقنابل بشكل عام. نرجو أزالة حال لأجل لا تضر بالمواطن المحيط بالمنطقة. خلال النزول حقنا الميداني واجهنا كثير من ضحايا الحروب، وأكثرهم كانت للأسف أطفال اللي هم فاقدين أحد الأطراف السفلية أو العلوية، وهم يعانوا من المشاكل النفسية والاقتصادية والأضرار الاجتماعية عليهم وعلى الفرد والأسرة بشكل عام. نحن نعمل على التوعية بالنزول من الميداني من بيت إلى بيت، بحيث ندخل إلى كل فرد وكل أسرة، نستهدف النساء والأطفال اللي هم أكثر عرضة لمخلفات الحروب. ونزول ميداني للبيوت وللأماكن. There are many, many more square meters to clear to allow Yemen to come back to the prosperity and the peace that it originally deserves. مواد متفجرة جديدة لا أحد يعرفها، عندما تلاقيها تحصل في صعوبة في التعامل معها، لأنك لا تعرف كيف هذه المواد كيف تطرق انفجارها وما هو تأثيرها، لم نكن لدينا معلومات عليها من سابق. واليوم جاءت هذه الدورة يعني كسبنا فيها بعض المعارف، هذا الجانب ينفعنا كثير في العمل الميداني. الغام التي زرعت يعني في ايش في احياء سكنيه في يعني اشياء غير طبيعيه بالنسبه لي. الغام التي زرعت بالنسبه لي انا كشخص ايضا اكثر شيء يعجبنا في مجال نزع الالغام هو مساعده الناس بدرجه رئيسيه والحفاظ على ارواح البشر وخصوصا الاطفال والمدنيين الابرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الدنيا إلا الموت أو التشويه يعني أطرافهم تتشوه إصابات إعاقات فهذا يعني يؤلم أكثر شيء استفدنا منه من الخبراء الذي دربونا هو معايير السلامة والأمان للحفاظ على أرواح العاملين في حقول الألغام وهي أهم شيء إلى جانب خبرتنا في العمل الميداني يفيدنا هذا التدريب في مزيد من العمل في ظروف آمنة بحيث نحافظ على أرواح الأفراد في حقول الألغام أو القذائف الغير متفجرة الموجودة في كل مكان. Yemen's humanitarian crisis remains extremely prevalent. An estimated 20 million Yemenis need some humanitarian assistance and protection, of which 9.6 million are in dire need. The escalation of armed conflict has amplified the worsening social balance among families and communities. Immeasurable human rights violations have occurred, particularly toward women and children. To counter and resolve the current challenges, the United Nations Development Program, UNDP, in cooperation with the Office of the Special Envoy of the Secretary General for Yemen,
launched a rule of law program to address enhanced security, safety, protection, and human rights at all levels. The program is jointly implemented by UNICEF and UN Women. The program is designed as two types of interventions, rehabilitation and building capacities, and consists of four pillars: community security, access to justice, police, and prisons. The Security and Access to Justice Initiative piloted in Sana'a, Aden, Hodeidah, and Hadramaut will eventually be scaled up in 10 governorates. The project is intended to improve protection of communities through policing, provide full support to the justice sector, improve basic conditions in detention centers and prisons, particularly the needs of women and children, reactivate the operational capacity of criminal justice actors in urban areas. These stated initiatives are assisting the UN's efforts in Yemen towards building peace and stability while mitigating the current impact of severe conflict in the country. We appreciate the contribution of our donors, the United Nations Peacebuilding Fund, PBSO, the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL, and the Government of the Netherlands. Key achievements. Communities across five governorates are involved in justice and security gap identification and in drafting justice and security plans. ...350 community members benefited from consultations on police role and community policing approach. ...500 court staff and 700 prosecutors benefited from capacity building programs. Water sanitation and hygiene improved in five prisons: Sana'a, Aden, Ib, Hadramaut, and Hodeidah. ...1,300 prison staff are equipped with human rights knowledge. ...1,400 prisoners will benefit from literacy and vocational trainings. Legal Aid Committee handled 60 cases for children, 51 boys, and 9 girls. In Aden, citizens benefited from 15 public consultations to access information on court procedures and establishment of regular feedback mechanisms. In Hadramaut, equipment provided to the Attorney General's office and the courts. A Hodeidah think tank established and support to the ceasefire implementation plan provided. New areas of intervention have been explored and actions designed countering IEDs. UNDP appreciated the contribution of our donors: United Nations Peacebuilding Fund, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Thank you.
مدرسة جديدة كان هي نظيفة فيها ماسات وفيها صنبورة وكان مجيء. أما المدرسة القديمة كان مجلس وقع الأوساخ وحر ومزاططين ومنتقش مع الأستاذ وصنبورة محيداش. البير كانه طلع بالدالو كانت تلوث المياه زيادة، بس اليوم الحمد لله بعد ما طبق البير وصرفوا خزان ذا الجديد الحمد لله لا بأس. حالات بالنسبة مع بش إسهال زيادة وعصب القرية حقنا اللهم لا الحمد. بدأت ديزل ارتفاعه من 2011 من 7000 لما وصل ل 40000، وبعد 2014 وصل ما لا نهايه ولا استطعنا عاد نشتري بالمره. بعد ما أجا المنظمات في مستشفى الزهرة استفادوا كثير مرضى، بالنسبة للفحوصات مجان، العلاجات مجان، لكن الحمد لله يعني في تحسن كثير. أنا أحسه الماء يعني استخدمه وخلاص ما عاش إنها مليئة بعدها، ما روي منها نتغسل منها ونمهش منها كل حاجة الحمد لله يعني تمام. الناس يعانوا من الأملاح، من الترسبات، من البكتيريا أيضا الأطفال، لكن بعد ما يعني جابوا هذا الفلاتر ومادة البرو الحمد لله يعني خفت معاناة الناس اللي كانوا يعانوا من الترسبات، يعني انتهت شبه انتهت. الحمد لله اليوم لدينا مشروع طاقة شمسية لأشهر فتيات في مديرية عبس، في منهم من تقوم بمهام كفنية تقوم بقراءة العدادات، فيه من تقوم بتنظيف البطاريات، في منهم من تقوم بتنظيف الألواح. طبعا هذا المشروع كان حلم لنا كبير أن نتوصل إليه. كنا شباب عاطلين عن العمل، الآن عملنا محطة تزويد الطاقة الشمسية، ونطمح في المستقبل أن نفتح أكثر من مشروع وليس في سوق الفيوش فقط.